She's just a girl and she's on fire. مش عارفه ايه نقول لكم ولا لا. يا ربي يا ربي نقول لكم هي انه دي هي حبوبتكم دير ماركه باسمها. She's just a girl and she's on fire. معكم حبيبتكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا. حبيت نقول لكم مولد نبوي سعيد ان شاء الله بربي ينعاد عليكم بالصحه والهنا انتم وكامل حبايبكم وكامل الناس الخير ان شاء الله بربي. كتبوا لي تحت في التعليقات من اي بلد انت ومن اي منطقه واش درتوا واش هي عاداتكم وتقاليدكم في هذه المناسبه. كتبوا لي الحلويات اللي درتوها، كتبوا لي اطباقكم اللي درتوها، كتبوا لي اي حاجه كاع صالح درتوهم. حابه نتعلم منكم، حابه نتعرف على عاداتكم وتقاليدكم. البارح درنا بركوكس واليوم درنا روكيك. الحلويات اللي درناها درنا تقنطة، درنا الرفيس، درنا مبسس، ودرنا المشوشه. نموت على المشوشه. فوالا هذه هي الدراري تاعنا اطفالنا وكل شيء يشعلوا شمعات يقعدوا يلعبوا كيما هكا. يعني ما نعطوهمش طرديقات، ممنوع الطرديقات، ممنوع في العائله تاعي تشري حاجه اسمها طرديقات. اديه الناس حاجه ممنوعه. المهم دركا خلونا ندخل في الموضوع تاعنا واللي هو هدايا من متابعين قناتي من الجزائر. اول هديه تلقيتها وراح نحكي لكم عليها هي من بنوته اسمها فاتحه. اه يا ربي على هاد البنوته شحال حلوه وشحال طيوبه يا عمري يا عمري. شوفوا كل مره نتلاقاكم وكل مره نشوفكم برا، كل مره نعنكم ونمشي معاكم نعرف انا شحال يعني محظوظه. يا عمري يا عمري يا عمري تعي ما نقول لكم، ما قدش نوصف لكم هاد البنت على الحلوه. الله يبارك يا ربي يحفظها ان شاء الله بربي. لما تلاقيت معاها قالت لي دي هي انا راني جابت لك هدايا معايا. ودرت لها علاش جبتي لي هدايا معاك، علاش تغبني في روحك، انا ما قلت لك جيبي لي والو. واش دارت لي؟ دارت لي هاد السلسله اللي راكم تشوفوا فيها. شعل مينيون سو كيوت شعل شابه. ودارت لي تانيك هاد الماسكارا، هادي ماسكارا 3XL. اش قالت لي؟ هادي كبرت فيها بزاف. قالت لي بيه اي حاجه تقوليها اي حاجه ديريها راني حافظتها ونعقل على كل شيء، عمري ولا ننسى اي حاجه خرجت من عندك. وقالت لي باللي في واحد من الفيديوهات تاعي، هاد الفيديو عنده بالك عام ولا اكثر، قلت لي باللي عجبتك ماسكارا 3XL بصح شهواله ما حوستي عليها باه تشريها وما تلاقيتيهاش. قالت لي لما تلاقيتها شريت زوج، شريت وحده ليا وحده ليك، رغم انها ما كانش عندها امل ابدا انها تلقاني بصح شريتها وخليتها عندها. قالت لي في يوم من الايام الا تلاقيتك راح نعطيها لك، وصراحه تلقاتني وبحثتها لي. شوفوا هاد الماسكارا ما غاديش قاعد ندير منها، ندير منها خطره بالك درت منها خطره بصح ما غاديش نزيد ندير منها، غادي نخليها يعني ذكرى من عند حبيبتي باش تفكرني بشعل عندي ناس يحبوني، باش تفكرني بشعل هاد الناس داري لي قيمه كبيره في حياتهم، وشعل هما يتاثروا بيا وانا تاني نتاثر بهم. والله انا صفيت نيتي ومشيت يعني بنيتي وصفيت قلبي. وسافر يقول لك كل واحد ربي يعطي على حسب قلبه، وانا الحمد لله ربي عطاني على حسب قلبي، عطيني ناس يحبوني، ناس طيبين، ناس بريئين، ناس حلوين، دنيا وما فيها. نحكي لكم حاجه اخرى دارتها لي. دارت لي هذا الديدورون يسموه جوتام. قالت لي درته لك باسكو يسموه جوتام وانا جوتام، قالت لي نحبك ونموت عليك سبورسا درته لك. واش دارت لي ثاني؟ دارت لي هذو زوج خواتم، دارت لي هذو زوج خواتم اللي عجبوني بزاف وحبيتهم ودائما نلبسهم فيا. البنوته الثانيه اللي بعثت لي هديه اسمها خديجه، هديه تاعها هي هذه من ولايه عنابه. حبايبي شويه نور عينيه نحبكم كاع كيما درتو، نموت عليكم ناس عنابه نموت عليكم. انا مش عقلكم مش نحبكم، عندي بزاف صحاباتي في عنابه وكاع هذوك صحاباتي حبيبات القلب. هي عندها صفحه في الفيسبوك تبيع فيها صوالح اللي يخصوا البنات. واش بعثت لي هادو اللي راكم تشوفوا فيهم؟ هو اي بارك تخدمه سبيسيال فيه كامل مستلزمات نزع الشعر.
She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly it. فيديو لشرح كيفية نزع الشعر بالطريقة الصحيحة، لأنه بزاف بنات ما يعرفوش كيفاش يقلعوا الشعر هايا، حاسبين باللي غير ديريها وتقلعي وصاي، وإنما كاين شي صوالح ومنتجات تحطيهم تمنع أن الشعرة تنوض من القدام، يعني تقلل نمو الشعرة لدرجة أنها تحبسها تماما. وهادو صوالح إن شاء الله بربي غادي نشاركهم معكم في المستقبل. عبالي كاين ألف حاجة وحاجة لازم نشاركها معكم. تطوير الشعر نشارك معكم كيفاش اسمنت وكيفاش رقاقيت، ومازال نشارك معكم كيفاش ديري باش الحبة اللي في وجهك يروح. وتاني مازال باقي لي إبيلاسيون. عبالي بزاف فيديوهات راهم يقرعوا فيا، بصح الله غالب عليا ما كنتش ندير لكم، لأنه راني لاهية بالمفاجأة الكبيرة اللي حكيت لكم عليها واللي شي بنات عرفوها في آخر فيديو، وهي مش عارفة إلا نقول لكم ولا لا. يا ربي يا ربي نقول لكم، هي انه دي هي حبوبتكم دير ماركه باسمها. راح ندير ماركه باسمي وراني فرحانه بزاف بزاف بزاف، ما تامنش على لكم شعر راني فرحانه. لا مارك تاعي ما غاديش نقول لكم تاعش، ما غاديش نقول لكم الا تعقش الا تاع مكياج الا هي صالون دو بوتي الا هي كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ما غاديش نقول لكم شنو هي. لا غادي نخليها لكم سيربرايز، غادي نخليها لكم سيربرايز من القدام. كل مره راني نقول لكم شويه، كل مره راني نفضح لكم سر جديد. دعوا لي بربي ان شاء الله حبيباتي وقارعوني، صدقوني راح تفرحوا اكثر من اللي انا راح نفرح باسكو هاد الحاجه. باسكو هاد الحاجه تفرحكم نتوما قبل ما تفرحني انا. هاد السلسله راهي مصنوعه من الفضه ومكتوب فيها الاسم تاع القناة تاعي اللي هو دي هي بيوتي. شكرا بوتيك ميرالا اللي بعثوا لي هذه الهديه اللي عجبتني بزاف وفرحتني بزاف، وديما راني درتها في الرغبه تاعي. ثاني راهم بعثوا لي معاها هذه الساعه اللي راهي جايه اسورتي مع الكسوه تاعي. سي بون، هادو هما الهدايا اللي وصلوني هذه المره. كاين بزاف بنات يقولوا لي دي هي رانا حابين نبعثوا لك هذا كل شيء، بصح شهوه لا مانيش نحب نحكم عليهم اي هديه. ولما تقعدوا تقولوا لي دي هي راني باغي نبعث لك هدايا، طيفو نحشم لكم ما باش نقول لكم لا، نخاف الا تقولوا دي هي مالك تقلشي عليا، مالك راكي تقزعي فيا، ولا والله ماني قصدي نقلش عليكم ولا قصدي نقزع حتى وحده، وانما بكل بساطه مانيش حابه نمسك عليكم اي هدايا، تكفيني المحبه تاعكم اللي هي اكبر هديه في الدنيا. اللي تحب تدي لي هديه تشارك الفيديو تاعي في الجروبات، تشارك الفيديو تاعي مع صحاباتها، هذه هي اكبر هديه. ديري لي لايك، كوني دائما معايا هكا تفرجيني وتبعتني، هذه اكبر هديه. اما الناس اللي نحكم عليهم الهدايا هما البنات اللي خدموا على روحهم واللي حبوا يعاونوا روحهم والدخل تاعهم قليل ومساكين ما عندهمش اللي يعاونهم ولا عندهم اللي يدير لهم اشهار. انا نحكم عليكم الهدايا هادو باش ندير لكم بيبليسيتي مجانا، نحب ندعمكم، نحب نشوفكم تربحوا دراهم، نحب نشوفكم ناجحين في حياتكم، نحبك تكوني امراه قويه مستقله ماديا، تصرفي على روحك، تصرفي على داركم، تصرفي على انا. هادو هما الناس اللي نحكم عليهم الهدايا باش ندير لهم بيبليسيتي، وراني نقول في كيما يقولك بالصريح بصريح العباره. كيما باريزوم حبيبتي خديجه راني حكمت عليها الهديه هذه فقط لاني حابه ندير بيبليسيتي لحبيبتي خديجه. على بها الا حبيتي تعاوني خديجه وتشري عليها باكي تاع ايبيلاسيون فيه كامل المنتجات المختصه بنزع الشعر، كل ما عليك انك تروحي للانستغرام تاعي اللي هو دي هي بيوتي. غادي نحط لكم صور تاع المنتجات وراح نحط لكم الانستغرام تاعها راح نطاقيها. وتانيك بوتيك ميرال درت له هذا بوتيك، ماهوش كاين بوتيك تاع بصح محلول، وانما هو في الانستغرام برك شي يدير هذا البوتيك. جو عنده البنات بايز، وحده يسموها امال ولا وحده يسموها فاطمه ولا وحده يسموها تنهينان، كل وحده واش الاسم تاعها اش تقول له، تقول له راني حابه سلسله تاع فضه يكون مكتوب فيها الاسم تاعي. كيما انا كتبوا لي اسم تاع دي هي بيوتي في سلسله تاع فضه، يكتبوا اي اسم مهما كان الاسم تاعك راح يكتبوه لك في سلسله تاع فضه. وعندهم ثاني سوايع وصح اخرين. فهذا الفيديو حكمت عليهم الهدايا باش ندير لهم ترويج، وصدقوني والله ماني يعني هذا الصوالح راني نديرهم مجانا. عبالي بلي بزاف ناس مسمومين يكتبوا لي تعليقات معمره بالسم معمره بالكراهيه، يقول لي انت راكي ديري هكا غير باسكو راكي تدي دراهم وراكي منا وراكي
تحكي مني، بصح الحقيقه انه انا ابدا مانيش نربح مع هاد الناس، وابدا مانيش ندير دراهم، وانما كما قلت لكم اللي وجه الله فقط اللي راني نعاون فيه هاد الناس. بس كون حبكم ونحبهم يشحوا في حياتهم، وان شاء الله يا ربي هاد البوتيك ميرال قالت لي غادي تحل البوتيك، وراني فرحانه وراني قارح فيها غير تحل هاد البوتيك، بس صراحه حاجه روعه انك تكتب لك الاسم تاعك في السلسله تاعك. الا حبيتي المهم الا حبيتي تشري على بوتيك ميرال، كل ما عليك ديري انك تروح الانستغرام تاعي، راح نحط لكم الصوره تاع السلسله، وراح نحط لكم الصوره تاع المنتجات اللي عندهم، وراح نطاقيهم ودخلي عندهم وسقسيهم وحكي معاهم وشري معاهم اي حاجه راكي حابه تشريها. المهم صابوا الفيديو راه كمل، نتمنى يكون عجبكم، ما تنساوش ديروا لايك لحق بتكم دي هي، وكتبوا لي تحت في التعليقات واش راكم حابين ندير لكم الفيديو الجاي. وثاني الا كنت جديده معنا ما تنساش الاشتراك في الزر اللي داير كيما هكا. باي.